داع اللي يقول انا اروح وطايد لسانه هو وعشيرته شمرهم شمر السلعة خربانه خس اللي يفكر يذنه وفراقه يتعبني وبرد من الليالي شباب راس وقلبه حضنه انا من الله هيبه ما يذن احد اقوى بالفراق وحلي جدد ما احسن فرق انه بصير اسعاد اسمع حان الليل موعدها دمعتك هسه نزلها طيتك فرصة تبقى وياي وانت طلعت مو قدها عاد الضبط للعشرة دفت كل موقف وذكرى يعني باختصار ارتاح اسمك بعد ما ذكرى مثلك ما يهزني الملك ما ينهز ومن يذكر اسمك بيك ليش تفز ما احسن فرق انه بصير اسعاد